الخوف هو اللي غالب على الصحافة، والبلد الحمداني بغير حساب. فمطالب الشعب بالنسبة ليهم خرافة، والأمة راها تعاني في انتظار الخلافة. معاك الريتراك في الراب انا بو قلب هاد الصفحة مع هاد القوم. طلب السلاك هز راسك الفوق شوف بعيد ماشي غير حداك. نسى اللي نساك وديها في داك اللي بغاك. ما تقولش لي علاش الثقة ما بقاتش، ولا علاش العطاية بالعلاني مع الحناش ولا الغيرة اللي في الديور قاع ما بقاتش. عاد شوف الرجولة وشوف الاوباش دايرين حالة، وقول فين العدالة وفين صناعة الارهاب اللي ما بغاش يتسالى. والمشاريع اللي حطوا ليها البلانات، الميزانية تكشطات والشبيبة تشومات. ما عدا بعض الحالات اللي تحاكمات وتقول لي مسؤول فين غادي تبات. الصبر كيدبر طوال الزمان ولا قصار، غادي تشوف الاسلام وغادي تشوف الانتصار. الخوف هو اللي غالب على الصحافة، والبلاط الحاكم دايرين بغير الحسرافة. مطالب الشعب بالنسبة ليهم خرافة، والأمة راها تعاني في انتظار الخلافة. الخوف هو اللي غالب على الصحافة، والبلاط الحاكم دايرين بغير الحسرافة. مطالب الشعب بالنسبة ليهم خرافة، والأمة راها تعاني في انتظار الخلافة. ما تسولنيش علاش الجيوب خاوية، وطبقات الاجتماعية علاش غير مساوية. بغيت نعرف غير الحكومات علاش ناوية. خمم تفكر استنتج لقيتها غدا مساوية مع النظام العالمي الجديد. صهيونيين ماسونيين بالتحديد، تيليكوموند يتحكموا في الحكام من بعيد، ولا حتى شي واحد فيهم ما عنده اختيار فيما يريد. الشعوب كاعية وهي قاع ما واعية بالحقيقة المرة اللي ليها غدا الساعية. ليها لهيها في ارض القدس ليلة قبلت قتلت ملايير الانفس. بنادم باقي تابع ليا الساطات واللبس، بنادم معكس بركة صافي حبس. تيري ليا في العديان وصفيهم واحد واحد من الطريق نحيهم. الخوف هو اللي غالب على الصحافة، والبلاط الحاكم دايرين بغير الحسافة. مطالب الشعب بالنسبة ليهم خرافة، والأمة راها تعاني في انتظار الخلافة. الخوف هو اللي غالب على الصحافة، والبلاط الحاكم دايرين بغير الحسافة. مطالب الشعب بالنسبة ليهم خرافة، والأمة راها تعاني في انتظار الخلافة.